مزيد من التفاصيل حول ردود الفعل على ما يقوم به حزب الله جنوبي لبنان وظهور حسن نصر الله بفيديو دعائي بعد اختفاء طوال 23 يوما مع الزميل محمود الواوي. تفضل محمود. شكرا سعد. أثار حسن نصر الله أثار بعد 23 يوما على الحرب بين إسرائيل وحماس تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات عن خطاباته المتتالية في أيام السلم لتستبدل الآن بتسجيل دعائي صامت. الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين علق على فيديو نصر الله متوعدا بتدمير مدن وبلدات لبنانية من جونية إلى نهر الكلب إلى الضاحية والروشة حسب كوهين الذي قال إن كل هذا سيحدث إذا ما قرر حزب الله القيام بأي فعل أحمق حسب وصفه، وهذه الصور التي هدد لبنان بها. لبنان لا يريد الحرب. تحت هذا الوسم تفاعل اللبنانيون سريعا مع ظهور نصر الله، كما غرد إسرائيليون أيضا. الصحفي توني بولس كتب على موقع إكس: لبنان لا يريد الحرب ولا يريد انتصارات إلهية مزعومة على أشلاء المدنيين والأبرياء. نريد لبنان أولا، ولا نريد أن نكون وقودا لمصالح خامنئي ومفاعله النووي. تغريدة أخرى لحساب يحمل اسم ديما قالت أيضا: ما عجبهم الإبادة الجماعية بغزة، بلشوا فينا بلبنان، حدا يخبرهم أن لبنان بلد معدوم، ما عندنا كهرباء ولا مي ولا مصانع ولا حتى جسور تستاهل، كلها بدها إعادة تأهيل، والمرفأ تفجر بأربعة آب، والمستشفيات عنا تعتبر وأشغال ما في، خبروهم دولتنا دمرتنا، مش ناقصنا أكثر من هيك. يورغو غصن كتب على إكس أيضا: إذا كل شعب بده يقاتل مع كل قضية بيتعاطف معها ويفتح بلده ساحة مواجهة كرمالها، كنا اليوم صرنا بالحرب المليار العالمية. أخيرا كتب الناشط السياسي شريف حجازي: لبنان لا يريد الحرب ولا يريد سلاح حزب الله. للنقاش شكرا محمود الواوي، ولنقاش حول كل هذه التطورات في الجبهة الجنوبية اللبنانية والشمالية من إسرائيل من بيروت، ورحب بالباحث السياسي الدكتور مكرم رباح. مرحبا بك دكتور. كيف قرأت هذا الظهور؟ 23 يوم قصف دامي، ضحايا من كان يعتبر خطا أحمر التعبير عنه بالصمت، ماذا نقرأ وراء السطور في هذا الظهور في حدث جلل بالنسبة لطرح شعار المقاومة وعنوانه بهذا الظهور لزعيم حزب الله حسن نصر الله؟ كما يقال بالعامية أن المي بتكذب الغطاس، وأن هذه المواجهة وهذا الطوفان الذي قامت به حماس وحلقة العنف المستمرة أثبتت بأن حسن نصر الله غير جاد في محاولة نصرة الشعب الفلسطيني ولا حتى تحرير القدس. هذا ليست المرة الأولى الذي يقوم بتلك المسرحيات، ففي السابق قد بعث بنوع من رسالة خطية بخط يده يتكلم مع مقاتليه، والآن هذا الفيديو القصير أو ما يطلق عليه تيزر هو تأكيد بأنه يلجأ إلى الحيل المسرحية والحيل التلفزيونية من أجل إرسال رسائل ولو رسائل فكاهية، فإن الشعب اللبناني الآن كان متخوف من الحرب، ولكن في نفس الوقت هو يتمسخر ويضحك على حسن نصر الله الذي يقول ويهدد ويدعي أن إسرائيل هي أوهن من خيوط العنكبوت من بيت العنكبوت. لكن السؤال وبالتالي لماذا لم يؤثر الصمت؟ يعني ما لا أحد طالبه
بالحديث؟ أعتقد بأنه هو تحت نوع من الضغط الكبير، وباعتقادي وتحليلي بأنه يمهد لظهور إعلامي. كما تعرف ليس من المنطق أن يظهر فجأة، خاصة بأن ليس هناك من موضوع أساسي يستطيع أن يعلق عليه، وهم يقولون بأن ظهور حسن نصر الله سيكون لإعلان الحرب. ومع تقدم الوقت رأينا بأن إيران الآن لا تريد أن تدفع حزب الله بالحرب، ليس لأنها تكترس لدماء الشعب اللبناني، بل لأن اللحظة لم تحن بعد. الأسوأ من ذلك بأن حسن نصر الله هو الذي وضع لبنان كنوع من رأس حربة لهذا المشروع الإيراني، وهذا الكلام بأن ظهوره سيخيف الشعب الإسرائيلي فعليا هو يخيف الشعب اللبناني، وعلى رأسهم شيعة لبنان، ومن ضمنهم الأشخاص الذين يغالون بأنه يريدون أن يقاتل. ليس هناك من إنسان راشد الآن يريد أن يدخل حرب خاسرة لأسباب عديدة، وهنا لا نتكلم فقط عن الحرب العسكرية، بل ليس هناك من إمكانية بأن لبنان يساعد بما يحصل بغزة. نحن نطالب كشعب لبناني بنصرة أهل غزة بوقف هذا القتل، ونحن ندين أي استعمال للعنف من أي جهة أتت، لا سيما بأن لبنان في السابق دفع فاتورة كبيرة نصرة للقضايا العربية وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني المحقق. يعني هنا أقف معك في هذا التداخل ما بين المقاومة الشعبية أو دعم المقاومة الوجدانية للشعب اللبناني المعروفة للقضية، وما بين المقاومة كعنوان بات سياسيا مطروح للسيطرة على الداخل، أو ربما لطرح فزاعة للداخل. صحيح، فعليا بالسنوات الماضية قد برهن حسن نصر الله عبر توريط لبنان وعزله من بيئته العربية. المشكلة الآن وأحد الأسباب بأن الشعب اللبناني غير متحمس للدخول بالحرب، غير بأن الحرب خاسرة عسكريا، بأن المجتمع الدولي وحتى دول الخليج العربي لن تقدم شبكة أمان مالية ومعنوية كما حصل بـ 2006. إن إيران تراهن بدماء الشعوب العربية، وهي لا تكترس ولا تؤمن أي شيء من مدخول مادي ولا حتى من شيء معنوي، بل يجاهر عبد اللهيان بأن إيران غير معنية بما يحصل. نفس الوقت يأتي إلى مطار بيروت ويهدد ويعرض لبنان للخطر، لا سيما كما تعرف أن حزب الله وحلفائه من اللبنانيين قد انتهجوا طريقة واضحة لإطلاق السهام المعنوية على الأشقاء العرب وبالتحديد المملكة العربية السعودية. وبالرغم من ذلك لا تزال المملكة تعتبر لبنان والشعب اللبناني هم أصدقاء، ولكن نحن الآن لا نريد أن ندخل في أتون هذا الأتون المستمر وآلة القتل لسبب بسيط. نحن إن دخلنا سنكون نخدم أجندة إيرانية ولا نخدم المقاومة كمبدأ إنساني وحق الشعب في الدفاع. لكن دكتور، عمليا على الأرض كما قالت اليونيفيل وصفت، يعني تبدو الأوضاع متشنجة، في حالة تشنج، وهنالك قصف على بلدات، وحتى الأمس لا أعلم إن كان الرقم يعني ربما يتجاوز قتل حزب الله 40 في وقت سابق. هل ترى كان ستكون ردة الفعل على هذه الشاكلة؟ هو يرسل مقاتليه إلى الموت لأنه لا يستطيع أن يبرر لماذا صواريخه لم تطلق بعد. وكان من اللحظة الأولى عليه أن يدخل من أجل أن يدعم خطابه السابق بنوع من عملانية معينة، ولكن نرى الآن سقوط قتلاه واستمرار هذا العدد من القتلى لحزب الله قد يتجاوز حتى عدد القتلى الذي سقطوا في حرب تموز. والشيء الأساسي هنا نرى بأنه كذلك تحاول إيران وحزب الله أن تتخبى وتتترس وراء ما يطلق عليه السنة، عبر الادعاء بأن هناك شيء يدعى قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية. وهذا الكلام بأن هناك نوع من إجماع إسلامي فيما يتعلق بالسلاح الإيراني. الشعب اللبناني بأجماعه لا سيما أهل الجنوب يعرفون بأن ليس هناك من رغبة واضحة للقتال، وما يقوم به مقاتلي حزب الله من إطلاق النيران وهذه الفيديوهات الدعائية. يعني هذه الفرضية مهمة، الفجر وغيرها، هل يجرؤ أي فصيل على التحرك جنوبا دون علم حزب الله، أيا كان شيعيا سنيا؟ يعني ليس هناك من إمكانية لدخول جنوب الليطاني بدون تنسيق وحتى أوامر من حزب الله، ونحن نرى بأن حزب الله قد دجن المقاومة الإسلامية الفلسطينية إن كان الجهاد أو حماس، عبر إدخالهم إلى هذا المسرح الجهادي التابع له وإجبارهم على استعمال الأسلحة التقليدية. فهم يقومون بإطلاق صواريخ الجراد التي تنتمي إلى الحقبة السوفيتية، وما يقوم به الإسرائيليين من ضرب لعمق اللبناني وضرب البنية التحتية لحزب الله
تؤدي إلى وقوع قتلى لحزب الله، وبالإضافة توتر الجو ودعت العديد من أهالي جنوب إلى النزوح بيروت. وكل ذلك نعم. يؤكد أن حزب الله بالنسبة له أن الحرب هي مجرد قتل وقتال، وليس هناك من بنية مدنية واقتصادية أمنها حزب الله أو حتى الدولة اللبنانية الذي يسيطر عليها من أجل الوقوف بوجه هذا العدوان الإسرائيلي. نعم، من بيروت الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح، شكرا على كل هذه القراءات. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.